فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، ألا قل لمصر ها هلاك قد أتى لحد سيوف تنتضى. المغول خرجوا من شمال شرق آسيا لاحتلال كل جيرانهم، بدأوا بالصين وبعدين مشوا غربا يستولوا على البلاد والمدن واحدة ورا التانية، واستراتيجيتهم كانت اضرب المربوط يخاف السايب. أي مدينة ترفض الاستسلام كانت تستباح وبيقتلوا أهلها ويدبحوا شعبها بالكامل، زي ما عملوا مع بغداد زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. فلأول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة، تدخل تشوف الفيديوهات القديمة، وهتلاقي رابط الفيديو اللي فات في صندوق الوصف. ننط بقى على المغول. بعد سقوط عاصمة الخلافة بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله وانتهاء الخلافة العباسية اللي استمرت أكتر من 500 سنة، هولاكو ما وقفش وكمل طريقه للاستيلاء على باقي المدن الإسلامية. طريقه هولاكو كان سالك، في كام شهر قدر يستولى على بلاد الشام كلها. بلاد الشام كان بيحكمها بقايا الأيوبيين، وكانوا شوية أمراء طمعانين في الدنيا، وكل أمير على مدينة وأصلاً هم مش متفقين فيما بينهم، وكانوا على خلاف مع المماليك في مصر. وكان عندنا إمارات صليبية في صيدا وصور وعكا، لأن في حملات صليبية جت من أوروبا واستولت على المدن دي واستوطنت فيها. عندنا مع الأيوبيين هنا بقى مماليك عايشين في حكمهم اسمهم المماليك البحرية، هربانين من مصر لأن عندهم خلاف سياسي مع باقي المماليك هناك. ومن المماليك البحرية دولت كان الظاهر بيبرس. طبعا بعد ما الأمراء الأيوبيين هنا سمعوا بوحشية التتار وقوتهم وسقوط الخلافة العباسية، قليل منهم اللي حارب، لكن كتير منهم سلم واستسلم. يعني مثلا أمير حلب الناصر يوسف الأيوبي عرض على هولاكو إنه يكون حليفه مقابل إن المغول يسيبوه في الحكم ويساعدوه على حربة مماليك مصر. موضوع التسليم والاستسلام ده ما عجبش الظاهر بيبرس، فقام وشتم وضرب احد الامراء الايوبيين وقال له انتم سبب هلاك المسلمين، واخذ المماليك البحرية اللي معاه وتوجهوا على غزة. وبالرغم من الخلاف السياسي اللي كان بينهم وبين قطز، الا انه بعت لقطز رسالة يعرض عليه توحيد امور المسلمين في مصر ونسيان الخلافات لمواجهة التتار والمغول. وعلى طول سيف الدين قطز يوافق ويرجع الظاهر بيبرس الى مصر، ويكون من قيادات الجيش اللي قطز بيعتمد عليه، ويبتدوا يجهزوا الجيش المصري المملوكي لمحاربة المغول. استولى هولاكو على الموصل وديار بكر، واستولى على حلب ونهبها مع القتل والتنكيل بأهلها. وهنا الناصر يوسف الأيوبي اكتشف انه كان مغفل وعمل غلطة حياته بعد ما المغول نهب وسرقوا المدينة وعملوا عملته، وفاق وبعت رسائل نجدة لسيف الدين قطز، لكن بعد فوات الأوان. وبعد 16 يوم بس من الاستيلاء على حلب اتجهوا على دمشق واستولوا عليها ونهبوها وأبادوا أهلها حتى انتشرت الجثث في الشوارع كالتلال. واستولى المغول على كل بلاد الشام لحد غزة ما عدا الإمارات الصليبية هنا، وما تبقاش للمسلمين غير الديار المصرية بس يهربوا ليها ويستنجدوا بيها، وكانت آخر حصن للمسلمين والعالم حتى. يعني الصليبيين والمسيحيين الغربيين ما فرحوش بقتل وخسارة المسلمين من المغول، مع إنهم بيحاربوا المسلمين بقالهم مئات السنين، ومعرفتهم إن المغول مش بشر طبيعيين ممكن تتكلم معاهم وتعمل هدنة وتحالف والجو ده، فكانوا خايفين إن الدور يكون عليهم. في الوقت ده وصل 4 رسل من المغول معاهم رسالة من هولاكو لسلطان مصر سيف الدين قطز، بيهددوا فيها ويأمروا بتسليم مصر والاستسلام التام لهولاكو ولجيوش المغول، ويعلن عليه الحرب في حال انه فكر في اي مقاومة. انا عايز اقرأ لكم الرسالة المخيفة دي مع بعض، وعايزك تتخيل معايا كل المآسي اللي حصلت دي، والوحشية والدموية والخوف اللي المغول بينشروه، ومعها بقى الرسالة دي اللي هولاكو بيحاول فيها يأثر على عقل سيف الدين قطز ويدخله من مدخل إسلامي ويضحك عليه. والرسالة بتقول: من ملك الملوك شرقا وغربا القائن الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم، يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها أن نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا
فأتوا بغيركم وأسلموا لنا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم فما لكم من سيوفنا خلاص فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع ودعاؤكم علينا لا يسمع لأنكم أكلتم الحرام وتعاظمتم عن رب السلام وخنتم الأيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان فأبشروا بالمذلة والهوان فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن خالفتم هلكتم فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم فقد حذر من أنذر فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترمي نحوكم شرارها وتصبح بلادكم منكم خالية فقد أنصفنا إذ راسلناكم ومننا برسلنا عليكم فما بقي لنا مقصد سواكم والسلام علينا وعليكم ألا قل لمصر ها هلاك قد أتى بحد سيوف تنتضى وشرحها بسرعه كده يعني بيقول له انا ملك الارض من شرقها لغربها ودخل له بيقول له باسمك اللهم على اساس يعني ان هو مؤمن بربنا وكده وفي الاول بيهزق قطز بيقول له الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا الى هذا الاقليم لان قطز اصلا من الدوله الخوارزميه قلت لكم عنها في الفيديو اللي فات فبيقول له يعني انتوا اللي هربتوا من سيوفنا في مصر احنا جايين نبهدلكم هنا وعشان ربنا غضبان منكم فبعتنا ليكم والرساله العجيبه التي لا تحمل اي نوع من انواع الدبلوماسيه دي انتهت باعلان صريح بالحرب والبديل هو التسليم المذل لا ولازم يكون تسليم مذل ما فيهوش اي مطالب او مقابل او اي حقوق انت تسلم واحنا نشوف حالك بقى بعد الرساله المرعبه دي قطز جمع كل استشارييه وكبار الجند والقاده عشان ياخد رايهم يعملوا ايه في المصيبه دي بس الامر كان واضح في عيون قطز انه لا مجال للاستسلام بس الفجوه كانت هائله بين امكانيات المغول كدوله من كوريا شرقا الى بولندا غربا وبين امكانيات مصر اللي مهما زادت فهي محدوده بين اعداد المغول واسلحتهم واعداد المصريين واسلحتهم ده كمان غير السمعه الرهيبه اللي اتكلمنا عنها لجيوش المغول بسبب الملايين المسلمه اللي اتذبحت على ايديهم سواء في بغداد او ديار بكر وحلب ودمشق وقبلهم في الدوله الخوارزميه وكان في مقوله في الوقت ده منتشرة بتقول إذا أخبرك أحد أن التتار يهزمون فلا تصدق لأن جيوش التتار أو المغول يعني ما خسروش ولا معركة لا قصاد الجيوش المسلمة الخوارزمية ولا العباسية ولا حتى قصاد الجيوش الأوروبية وكل اللي حاربوهم اتهزموا هزائم ساحقة المغول زي ما اجتاحوا بغداد فهم اجتاحوا موسكو وكييف ومدن أوروبية تانية ومحدش قدر يقف في وشهم كل التراكمات دي خلت قادة الجيش والأمراء إنهم يترددوا في قبول اللي قطز الله يرحمه كان شايفه أمر واضح جدا وما فيهوش تردد ألا وهو الإعداد الجيد ومحاربة المغول واغلبهم كان بيفكر في التسليم والاستسلام لانه الحل السهل من خوفهم من اللي حصل لدمشق وحلب وبغداد وقبلهم كتير قطز لمح في عيونهم الخوف واللخلخه راح قال لهم الكلمتين دول يا امراء المسلمين لكم زمان تاكلون من بيت المال وانتم للغزاة كارهون وانا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني ومن لم يختر ذلك يرجع الى بيته وان الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين عن القتال بيت المال ده اللي هو زي وزارة المالية دلوقتي انهم يعني بياخدوا فلوسهم من وزارة المالية وبياخدوا مرتبات وفلوس وهم مش عايزين يحاربوا الخطر اللي بيهدد المسلمين مع ان دي اصلا وظيفتهم فوظيفتهم فقدت معناها وختم كلامه وقال يا امراء المسلمين من للاسلام ان لم نكن نحن كلام سيف الدين قطز اثر في الامراء وقادة الجند خصوصا انه قال انه رايح بنفسه يعني شاب ولسه ماسك البلد ما بقالوش سنه وراح يحارب بنفسه مش مجرد انه يبعت جيش وهو قاعد على العرش زي ما اغلب القاده كانوا بيعملوا في الوقت ده واما قطز لقى ان اغلب القاده والامراء فهموا وبقوا تقريبا على نفس الخط والفكر اخذ قرار
مفيش منه عودة. قرار يقطع الأمل على النفوس الضعيفة اللي اختارت الاستسلام والتسليم، والقرار ده انه يقتل رسل هولاك والأربعة اللي جم برسالة تهديدية، وانه يعلق رؤوسهم على باب زويلة في القاهرة عشان يشوفها أكبر عدد من الشعب في مصر. وهنا بيوصل رسالة لعامة الشعب ان القائد بتاعهم مش خايف من المغول، بيرفع روحهم المعنوية، وانه يعرف المغول انهم داخلين على ناس مختلفين عن كل اللي قابلوهم، لان محدش استجرى ولا قدر يعمل حاجة زي دي مع التتار قبل كده. وقام سيف الدين قطز داسس هولاكو في رسالة طويلة عريضة أبرز اللي اتقال فيها: ومن أعجب العجب تهديد الليوث بالرتود. والرتود دي اللي هو ذكر الخنزير ولا مؤاخذة، يعني من الآخر بيقول له عجيب جدا إزاي تهدد الأسود بكم ذكر خنزير عندك في الجيش، والسباع بالضباع، فرساننا ليوث إذا ركبت، وأفراسنا لواحق إذا طلبت، سيوفنا قواطع إذا ضربت، وليوثنا سواحق إذا نزلت، جلودنا ضروعنا وجواشنا صدورنا، لا يصدع قلوبنا شديد، وجمعنا لا يراعي بتهديد، إن عصيناكم فتلك طاعة، وإن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة، قلتم قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالقضاء لا يهوله كثرة الغنم وكثرة الحطب يكفيه قليل الضرر. قطز بيرد على رسالة هولاكو اللي قال فيها إن عدد المغول كتير زي الرمل، بيقوله إن قضاء ربنا مش هيغيروا الغنم الكتير اللي هو أنتوا، يعني شوية غنم مش هتغيروا حاجة، وكثرة الحطب، الحطب الكتير شرارة بس ويولع. أفيكون من الموت فرارنا وعلى الذل قرارنا؟ ألا ساء ما يحكمون؟ يعني إحنا نهرب من الموت ونروح للذل؟ أنتوا إزاي بتفكروا؟ الفرار من الدنايا لا من المنايا، يعني إحنا منفر من الحاجات الدنية السيئة القذرة زي الذل ليكم، مش منفر من الموت. إن عشنا فسعيدة وإن متنا فشهيدة، ألا إن حزب الله هم الغالبون. وأم زود الحتة بقى اللي أنا بحبها وقايل إيه: قولوا لكاتبكم الذي رصف مقالته وفخم رسالته ما قصرت بما قصد وأوجزت وبالغ. بيقول له يعني قول لي اللي كتب لكم الرسالة دي، انت بليغ ما شاء الله، يعني بلغت زيادة عن اللزوم، لكن والله ما كان عندنا كتابك إلا كصرير باب أو طنين ذباب. بيقول له يعني الكتاب بقى للتفخيم اللي انت مفخمه ده كله والبلاغة، باب كده بيفتح، عارف انت التزييق بتاع الباب، أو صد بانة أو داني بس مضايقاني شوية مش أكتر. وبعدها بدأ قطز تحضير مصر وشعبها وجيشها الحرب المغول الى اخر الرساله، اللي انا هسيب نسخه منها في صندوق الوصف اللي عايز يشوفها كامله لانها طويله جدا، يعني دسه دسه محترمه. المهم بدا قطز تحضير مصر وشعبها وجيشها لحرب المغول عشان يحصل بعدها عده معارك هتغير شكل الارض. بكره ان شاء الله هنتكلم عن سيف الدين قطز ومعركه عين جالوت والتحضير ليها والمعارك اللي حصلت بعدها وطرد المغول من بلاد الشام. وما تنساش في رمضان ده فيديو جديد كل يوم خميس وجمعه باذن الله، حاجه كده على قد الانتاج. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تشوف الفيديوهات القديمه وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.